الو، دابا مزيان، تفضل. هاني يا كلشي مزيان؟ الله يبارك فيك، انت هاني؟ الله يلحق لنا بخير. الله يطول لينا عمرك. شكون معاه؟ معك رشيد من باريس. من فرنسا. منين في المغرب السي رشيد؟ اه اكادير. من اكادير. اي شحال في عمرك؟ اه ما كنسمعكش اخويا، كتحرك خويا، كتحرك. واش داير شي كيت ولا ماش داير اخويا؟ لا ما درت والو. 30 سنه. 30. من باغي دير التيست اخويا رشيد؟ بغيت نديرو واحد السيد دائما فات خويا. كتقطع عليك الهضره، واش عندك شي مشكل في الريزو؟ واش ديال الكيت ولا ديال لوتر بارو ولا شنو؟ لا ما داير والو خويا محمد. كيما كيمشي لك الصوت. من باغي دير التيست؟ بغيت نديرو لواحد السيده من فاس. شنو سميتها؟ سميتها سكينة. اييه وشحال في عمرها؟ 26 سنة. اييه وشحال انت وياها مع بعضياتكم؟ دابا شي عامين. وشنو نوع العلاقة اللي بينك وبينها؟ علاقة حب. اوكي عطيني النمرة ديالها. صفر زيد. اييه اها يلا لا تتكلم حتى أقولها لك. أوكي. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. صافا عليك بخير؟ الحمد لله. شكون معايا سيدي؟ كي دايره مع الصحيحة؟ كلشي مزيان؟ الحمد لله. شكون معايا سيدي؟ معك السي محمد سريري، مقدم برنامج خطوة قبل الزواج. سيدي فايتك مفرجة في البرنامج ديالي، عندك شي معلومات عليه ولا والو؟ بغيت دير لي شي شمس العافية. انتي وجهك. صافا عليك، كلشي مزيان؟ الحمد لله. كي دايرين الدار؟ الاحوال ديالكم كلشي بخير؟ نعم. عارفة الكونسيبت ديال البرنامج؟ عارفة. فين كتفرجي فيه؟ انستغرام. ايوا مزيان مرحبا بك. سو كاينة مدينة فاس 26 سنة. ايه انتي حاليا راك معنا. سولني علاش شي معيزة. سو كاينة مدينة فاس 26 سنة، جانا اتصال من عند واحد الشخص من مدينة فاس وهو حاليا معنا على المباشر. كيبغيك ويموت عليك، وحتى انت كتبغي وتموتي عليه من خلال هادشي اللي قال لنا. باغي يتاكد وبغينا نسمعوا السميه ديالو. من مدينه فاس. من مدينه فاس. لا شنو لا؟ ها؟ لا ما كاينش هادشي. آه. شنو كاين؟ كاين واحد. اها انت في علاقه حب مع شي انسان؟ ما بغيتش نجاوب. لا ضروري خاصك تجاوبي، من ضروري ومؤكد. لا 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 ضروري ومؤكد خاصك تجاوبي. لا لا تفضلي. لا ما يمكنليش نجاوب. ضروري؟ لا ماشي ضروري. يلا سكينة، شكون هو الانسان اللي انت وياه في علاقة؟ انت الا ما قدرتيش تقولي سميتو الاسم كامل، عطينا غير الحرف الاول من سميتو. ما بغيتش نجاوب. وعالي جدا الثقة في النفس. ياو انت ياك باين. ماشي على الثقة في النفس ولا ماشي الثقة في النفس. قلتي لي واحد السيد من فاس، قلت لك لا ما كاينش هادشي. نسي فاس. انت دايره علاقة، انت دايره علاقة حب في حياتك اه ولا لا؟ سمح لي الله يعاونك. لا لا ما تقطعيش، الا قطعتي راه دابا غتبيني لنا بلي خلاطة، والسيد اللي اتصل بنا كذلك. لا لا ما كاين لا خلاطة لا حتى شي حاجة، داكشي التليفونين ما كنكليش نجاوب. قولي لنا غير الحرف الأول من سميتو فقط، حرف بحال سكينة اس. هاد السيد باش كتبدا السمية ديالو فقط حرف. تخيلي معايا شنو هو حرف، غتخرجي من فمك حرف. سولتيني على فاس قلت لك. ايوا وسولت حتى على الحرف الاول من سميتو ما جاوبتينيش. يلا شنو هو الحرف الاول من سميتو؟ عادي جدا تفضلي. شنو هو الحرف؟ راه غير حرف. شنو هو؟ ايوا دابا كون عطيتينا غير الحرف. شوفي اشكون اللي ساهله، تقولي حرف ولا تقولي وقت السحور هذا وهاد الجماعه؟ قولي غير حرف، ذكري حرف، حرف ذكري. يلا شنو هو حرف فقط لا تقولي؟ لا انا ما كاين حتى شي واحد من فاس كيبغي. نساي فاس، صافي نساي فاس. لا
واش عندك شي واحد في حياتك اصلا ولا سيليباتير؟ عادي جدا، راه ما فيها حتى شي حاجه، بالعكس هذه بيضه، اتبيني ليه بلي كتبغي وغادي، فهمتي شنو هو الحرف اللي سميتو؟ انا فنجان. دابا جاوبي غير بحرف فقط، غير حرف لا غير، يلا بيني لينا هذا الحب اللي كتبغي هذا السيد، حرف فقط، عرفت شنو هذا الحرف، شنو غيغير هذا الحرف؟ يلا عطينا غير حرف فقط. اقسم بالله شوف انا عمرك يلا عطينا غير حرف، حرف ودابا كنوجد السحور، حسبي شحال من حرف فيها، فيها سطر، قلنا حنا غير حرف فقط، حرف اللي غتخرجي من فمك صافي، قطعت صافي، باين البلان اخوت ياك؟ باين اخويا. مخاطبكم مشغول. غادي نزيدك اخر محاولة يا اخي. مخاطبكم مشغول حاليا، المرجو اعادة الاتصال. سي رشيد. شكرا خويا محمد. تحياتي. اوكي نتباح الوريقة. خويا دابا انا ما نقدر نقول لك والو، بينك انت ويا مرحبا بك. اخويا عينا معاه، عينا معاه بلا نشوفو واش تغي تجاوب بلا تي نشوفو. صافي باين البلان، كون واحد اللي عندها وهاد تقدر تجمعها، كون قال طن فلان غادي تبقى الدور عليا. داكشي اللي كاين، الو باش ما بغيتيش تبعدني. دابا راه دخلت اللايف، نعطيك الحرف الاول وتخليني نوجد السحور. وهي غتقول الحرف ردوا البال. نعم نعطيك الحرف الاول وتخليني نوجد السحور. يلا قولي هذاك اغ، ديريه في داك السحور وكوليه، وقديمه هادي راه دوزت من بحالك هنايا المئات والالاف، الله يعطينا وجهك. كون سميتو الار، كون قلتي قبيله فاش كنتي معنا في مكالمه شي دخلتي اللايف، هضر مع اخويا راسي تبان لك. انت غندير لك الضحكه الزرقاء ماشي الصفراء، هضر مع هضر. ورشيد، رشيد ورشيد اختي عزيزه صافي راه قطع وقال لك باح الوريقات. وادي في وادي باغا دوزها على من على سريري. شوف الطريقه باش خلات، انا نقول لك الحرف وبعد مني خلينا نوجد السحار. عندي لا الضحكة الشريرة. والله إلا قالت لك بس سبحان الله، فرشات راسها براسها، تكون قطعات كاع من الديبار، ماشي تبقى شادة معايا، لا ما كاين، لا لا لا، هضرة وحدة اللي